بسم الله صوت الجهاد. خلينا نرجع شوي للشأن الوطني فيما تبقى من وقت، نتحدث عن الشركة التونسية للكهرباء والغاز، ديون وسرقات تقدر بالمليارات، هل عجزت اليوم أستيغ عن استرجاع أموالها؟ نشوفها التقرير ثم نفتح النقاش. ما زال الوضع اللي تمر به الشركة التونسية للكهرباء والغاز يثير الكثير من الحبر ويطرح العديد من التساؤلات بشأن الصعوبات اللي تواجهها في ظل تنامي ديونها في السنوات الأخيرة والتجاوزات اللي تحصل في حق هذا المرفق العمومي الهام. وتشير آخر الأرقام المقدمة بشأن الديون غير المستخصة لدى حرفاء ستيغ أنها فاقت 1100 مليون دينار، يعود 60% منها إلى الشركات العمومية والدواوين والوزارات والبلديات والمنشآت العمومية، فيما يستأثر الخواص ب 40% من هذه الديون. ديون دفعت ستيغ في عديد المرات إلى مطالبة الدولة بدفع مستحقات الشركة حتى تتمكن من خلاص مزوديها. الصعوبات اللي تواجهها الشركة التونسية للكهرباء والغاز تزداد تعقيدا مع تفشي ظاهرة اختلاس الطاقة الكهربائية في الجهات الداخلية، خاصة لضخ المياه السقوي، واللي أصبحت ظاهرة خطيرة تكبد ستيغ خسائر مادية جمع، واللي دفعتها في كثير من الأحيان إلى مقاضاة المتجاوزين. وفي الوقت اللي تسعى فيه الحكومة لإيجاد الطرق المثالية لدعم ميزانية الشركة التونسية للكهرباء والغاز، اكشف تقرير لهيئة مكافحة الفساد عن شبهة فساد في ستيغ، اتأكد أنه تم افتعال نقص في التزود بالكهرباء لإبرام صفقات مع شركة معينة لتركيز محطات توليد الكهرباء، إلى جانب شبهة فساد بصفقات عمومية مبرمة من طرف إدارة المصالح الكهربائية بديوان الطيران المدني من خلال التعاقد مع وكيل شركة تربط علاقة صداقة متينة مع مسؤول بديوان الطيران المدني والمطارات، وأداة كراس شروط لا يعتمد على مبدأ المنافسة الشريفة بين الشركات. الوضعية المالية الصعبة اللي تمر بها الشركة التونسية للكهرباء والغاز تجعلنا نتسألوا عن مدى جدية المساعي المطالبة بخوصتها، وأي سبل كفيلة بإخراجها من الوضع اللي تعيشه. إذا سعد جدنا باستقبال سي منير الغابري، مدير علاقة مع المواطن في الشركة التونسية للكهرباء والغاز. مرحبا سي منير. مرحبا. شو حقيقة الأرقام متداولة؟ 1000 مليار ديون لدى العامة، يعني لدى المؤسسات ولدى الخواص، 300 مليار من السرقات، هاي غنية ما مسروقة، يعني ما حقيقة هذه؟ برشا فلوس خاطر. هي أول شيء شكر على إتاحة الفرصة هذه باش الإنسان يسلط الأضواء على بعض جوانب هامة تهم الشركة وكذلك تهم المواطن. ربما اللي كنت تحكي فيه توا يبين أنه تونس بركتها، باعتبار أنه كل اللي صار وكل ما معناها تجبد منها ما زالت متماسكة، وما زالنا إلى حد ما نقوم بالوظيفة الأساسية متاعنا. ستيغ تعاني برشا، تعاني من الديون، تعاني من اختلاس الكهرباء أو الغاز. اليوم ذكرت أنت أرقام فتنا 1000 مليار، احنا في الحقيقة في 1117 مليار ديون لدى الحرفاء متاعنا عند آخر أكتوبر الماضي، معناها رقم قياسي كبير ويفجعنا. هل هو حلم، يعني هل هو صبر من ستيغ أم مضطر ستيغ؟ هناك ضغوطات كي تقطع ستيغ الضوء عن يعني خاطر ما ريتش ستيغ مثال رحيمة مع المواطن، برشا عباد تقص عليهم في الضوء، يعني شكونهم اللي تسنوهم 1117 مليار؟ ما نتصورش المواطنين العاديين، لأنه فهم برشا عباد قاعدة تقص عليها الضوء. شكونهم هذوما 1117 مليار؟ 1117 مليار متقسمين إلى ما هو خاص وإلى ما هو عام. بالنسبة للخاص فيه تقريبا 64% من الخواص، يمثل منهم المواطن العادي والمهن الصغرى ما يقارب 47%، يعني 531 مليار، 531 مليون دينار عند المواطن العادي والمهن الصغرى. تجي المؤسسات العامة بتقريبا 452 مليون دينار، يعني بنسبة 52%. دونك هذايا الكل معناها جهة عند الخواص وجهة عند اللي هو عام، وستيغ تحاول منذ البداية أن تستخلص المستحقات متاعها بطرق مختلفة حسب الظروف. نعرف كل أن منذ 2011 دخلنا في حالة من الانفلات، في حالة متاع انعدام المحاسبة اللي تخلي كل إنسان معناه يعمر على رزق البليك، يستهلك ويمن عاش. تبقى ثم حدود، احنا بعد 7 سنوات في بالي أوقيت باش نسترجع المستحقات بتاعنا، وخاصة أن احنا أمام صعوبة الوضع، وهذا نعترف به، المواطن عنده صعوبات
اقتصادية، صعوبات مالية، وهذا ينحسوا به باعتبارنا في الأخر احنا عوان ستاج، احنا بيدنا مواطنين ونفهموا ونتفهم ظرف المواطن. هكا علاش عملنا عملية تقسيط تسهيل في دفع الديون المتخلدة بالذمة الحرفاء متاعنا. لكن ديون توا بالنسبة للمواطنين علينا من ديون الدولة واضح المسألة، ولا هي توا في هذا الرقم ولا من 2011 في هذا الرقم؟ انطلقنا في آخر 2010 ب 172 مليون دينار. 172 يعني رقم هو بصفة عامة راهو لابد من تقريبا شوية من الديون تبقى، لكن لازم تكون في ظرف معقول. احنا اليوم الربع من الشيفر دافير اللي هو 4300 مليار المبالغ المفوترة، الربع تقريبا 1100 يبقى ماهوش خالص، وهو رقم يتسمى برشا. هل الحل مثال في قطر؟ إذا كان طلقنا 172 مليون أي في 2010، أيوة النسبة الكبيرة هذه طلعت بعد الثورة، يعني بعد الثورة منذ 2011 لتو. علاش تو فكرنا في الخلاص؟ لا مش في 2012، هو 2013 هو عملنا الجدول، العمل متاعنا دؤوب، عمل متواصل، لكن الظروف هي اللي تحتم عليك إما تتعمق أنك تتوسع في المساحة وإلا تسايس روحك بشوية بشوية. وأكثر من هذا إحنا في ستاج عنا رو تقريبا 4 مليون حريف، 4 مليون حريف إذا ما يتعاونوش معنا راك ما تنجمش تنفذ عملية قطع الكهرباء وقت اللي ما يخلصوش. إحنا تقريبا كل سنة يخرجوا 7.5 مليون إذن بقطع الكهرباء ما تنجمش تقوم بهم ستاج. شو 7.5 مليون؟ 7.5 مليون إذن قطع بالكهرباء نتيجة عدم الخلاص. شنو هي الإمكانيات اللي تتخيل أنت أن ستاك تسخرها باش نجم تواكب هالكم الهائل هذايا من وتنفيذ معناها أذن ما حقيقة قطع ستاك الكهرباء على مؤسسات عمومية كما مدارس مثال صارت حديث، يعني وهل تتجه ستاك نحو هذه الخطوة؟ اليوم أكثر من نصف الديون حسب ما تحكينا في مؤسسات عمومية مدارس، ومؤخرا صارت الضجة حول حكاية 18 مليار تجويع، يعني أما الحكاية الكبيرة زادة في مؤسسات عمومية. صحيح، ما خليني نكمل لك كان تسمح شوية في الخاص، راهو هناك جانب زادة إيجابي. احنا تقريبا عندنا دين في الخواص تقريبا 531 مليار كما ذكرنا، المبالغ المفوتره 1550 مليون دينار، 1550 مليون دينار، يعني تقريبا الثلث مش خالص، الثلث ماهوش خالص. تقريبا اذا نعمل كوريسبوندونس على كل ثلاثه مواطنين ثم زوز يخلصوا واحد ما خلصش، هذا زاد راهو جانب ايجابي لابد ان نذكروه ونثمنوه زادة، على خطر ما نحبوش انه الناس الكل تذكر مثلا مش خلاص وكذا، حتى اللي كان يخلص يقول لك لي في دونترينمون ولا لي في دو جروب، هيا مادام الناس مش تخلص حتى انا مش نخلص. راهو الاغلبيه كمان تخلص، الاغلبيه تخلص، احنا مع اللي هما اقليه ونحاول ان نحسهم، نحاول ان المواطن يقوم بدوره بدون اللجوء الى قطع الكهرباء والخطايا والمشاغل هذه. المواطن وحده يحس باهميه المؤسسه هذه، يلزمها تبقى قائمه، ومن غير موارد ما تنجمش تبقى قائمه وتؤدي وظيفتها. خلينا نكملوا في الخاص، احنا طرحنا سؤال الخليفه على نرجع لك انت تحب لا شجعوا نسيش نكملوا مع الخاص مع سيدنا العبيد. هل انت مقتنع بفاتوره الضوء اللي تجيك؟ فاتوره الضوء اللي تجيك هذيك فيها 150 500، هاوش نعطيك بعض العباد التوانسه شو كتبون على صفحه نسمه في فيسبوك. نجوى تقول ابدا، منجي صالح يقول مش مقتنع، سليم المديوني يقول فاتوره الصيف جاتنا 550 برا نقولوا مو كيف خلصناها من بعد تولي تجي 130، كيفاش تو الواحد ولا باش يخدم باش يخلص الضوء ستيك؟ انشاد العباسي تقول ليه أماني عارفه، تقول والله شكون اللي مقتنع ليه وألف ليه، كانوا عندي معمل هذايا كلام إبراهيم بعواني ودليل، تقول بيان سور كنون تقريبا اتفاق مع التوانسة على الأقل اللي موجودين وتنجموا تطلعوا بطبيعة وتكملوا ديسكوسيون بينات بعضكم على صفحة نسمع على الفيسبوك. فما اقتناع تونسي أنه فاتورة ستيك غالية، فما اتهام مردود زاد على ستيك أنه فما حكاية في الفاتورة. هو الأكيد ثم انتباع، الانتباع أنه سعر كلفة الكهرباء والغاز غالي، لكن انتباع. نرجع للرسمي، الرسمي شنو اللي يربطنا احنا مع الحريف بصفة عامة؟ هو عداد. هل لنا ثقة في العداد أم لا؟ كان عندنا ثقة في العداد نلتزم باللي يسجلوا العداد ونفوتروا هاك الكمية المسجلة والمستهلكة. هذه القاعدة بتاع التعامل بيننا وبين الحريف. تبقينا هناك سعر بتاع كلفة للكهرباء والغاز. وما ننساش حاجة هامة جداً،
راهو المواطن اليوم يتضمر، والكهرباء والغاز مدعم بدعم من الدولة، فما بالك دعم نسبة يعني النسب مختلفة، لكن بصفة عامة ديجا هو مقيد معناها فاتورة 100,000 مثال كان بلاش دعم قد تجي أنت والكاتيجوري معناها ما تبقى 20 دينار 30 دينار 15 دينار موجودة ديجا منصوص عليها معناها حبر على ورق موجود نسبة الدعم في على الفاتورة. هي على كل استهلاك ولا كان استهلاك شعبي؟ الاستهلاك بتاع المواطن هناك فئات يوقع دعمها، والدعم هذا منصوص عليه على الفاتورة. لا نقصد أنا في مستوى الدعم تو أصبح بركة نحكيه في قضية الاستهلاك والمواطن وقضية الدعم وتوجيه الدعم. هل الدعم في ستيك كما موجود الآن في المواد الغذائية يستنفع منه الناس كل؟ هذا بطبيعة هذا مشكل عنا ترشيد في الدعم والترشيد خطر الدعم في الأصل هو خدمة اجتماعية للطبقات صحيح الفقيرة كيف تدعم واحد بنفس الكافية تدعم بها واحد قاعد داخل بها فلوس ما هو احنا نغزو الضوء قاعدين يستهلكوه في احتياج عادي والآخر يدخل به في الفلوس الآخر يسرق فيه صحيح. في الفلاحة مثلا الدعم ماهوش للفئة الكل، وإحنا نفرق بين الفئة الاقتصادية والفئة الأخرى باك اللومبيراج متاع فاصل الكهربائي وقت اللي يبدأ 10 أمبير الفاصل اللي تحت العداد معناها الإنسان والمستهلك متاعنا فويه معناها استهلاكه عادي طبيعي وقت اللي يبدا انسان في 30 امبير و 40 امبير 80 امبير نجم يكون صناعي نجم يكون من عنده مهنه من المهن كذا وما يستحقش هكا الساعه الدعم دونك ثم توجيه ثم ترشيد وثم معناها خطر مشرع وقت اللي يعمل الشيء هذا يفكر في اللي فكرته فيه تو المؤسسات العموميه مدعومه ولا ليه؟ لا المؤسسات العموميه هناك كيف مشرع حط فيها اسعار فرديه كسوا للكهرباء والغاز واحنا كشركه مطالبين باش نطبقوا الاسعار كسوا على المواطن العادي والمؤسسه تبقى بالنسبه للمؤسسات سالتني قبيله نقصوا وما نقصوش ادارات والا مؤسسات حساسه وكذا احنا بصفه عامه وهذه كونسيني للزملاء في كل الجهات لا تعطيل للمرفق العام المرفق العام ما نعطلوش باعتبار ان نعرف كلها ستاك الضوء سيرتو يعطل كل شيء اذا يتقص حتى من الخبز ما ثماش حتى الانسان باش يعبي كهربته معناها فهمتي يحط لها الكربيرون وكذا يتعطل هكا علاش لا تعطيل لي المرفق العام لكن احنا نحاول نحسس على خطر ساعات اذا ما تعملش انت اي حاجه الطرف الاخر يحبس انا شفت اخيرا في الفيسبوك واحد من البلديه عمل التقرير نتاعه ويفتخر انه خلص الديون الكل ما عدا ديون ستيك معناها خلص الديون الكل وهذا يلافيش للبوبليك معناها الناس معناها خطر يمكن يشوف الستاك مستحيل تقص عليه دونك نخلص الناس كله ونخلي الستاك لكن تقص الستاك شلون تقص احنا نقص ونعرف وين نقص ووقتاش نقص ذكرت لي المدارس احنا في الوقت مثلا نتاع العطل نعمل عمليات نتاع قطع كهرباء تبدا سيبلي مثلا بلديه ما نقصش وين الناس تخرج لك المضامين والاوراق وكذا والواحد معناها نتاع المشاغل اليوميه نقص مثلا في بقعه نتاع بارك نتاع بقعه ماهيش حساسه بيرو رئيس البلديه لا بيرو رئيس البلديه خاطر ما عندوش عداد خاص هو معناها مع مقر البلديه ككل تبقى بصفه عامه احنا رانا مواطنين مسؤولين نعرف ايش نعمل وما نجمش نسمح لانفسنا ان نعطل المواطن ولا نعطل المؤسسه على اداء المهام تاعها خليفه توكي قاعدين نناقشوا تو في ميزانيات الوزارات واحد يطلع موجوده يعني على صفحه رئيس الحكومه تشوف مثل ميزانيه وزاره التربيه تلقى خلاص الكهرباء يعني في ابواب ميزانيات الوزارات محطوطه وين تمشي الفلوس هذه ما هو هذا السؤال اذا انت عندك ميزانيه في مختلف الوزارات لاداء المهام هذه علاش هذه الميزانيات ما تمشيش لبلايصها يمكن تتحط نظريا اما في الواقع ما تخلصش الواقع كيما موجود موجودة في الميزانيات موجودة على الورق ووزارة الإشراف متاعهم سواء في الداخلية ولا المحلية تعمل معناها في كل عام تعطي ترصد الميزانية متاعها لكن كما حكيت لك توا بالنسبة للبلدية اللي حكيت عليها في الفيسبوك يخلص كل شيء يسمح لنفسه إلا ستاك معناها آخر الاهتمامات باعتبار أن ستاك مستحيل تقص احنا حبينا نغير هل المنظومة ولا هالفكرة ولا هالانطباع ذي ستاك راهي مؤسسة الطالب مستحقاتها معناها احنا مش نطالب بحاجه غير مستحقه هذه فلوس نتاع المؤسسه باش نجم نواصل نادي خدماتي للناس اللي تخلص فيهم خاطر احنا عندنا دور في المجتمع عندنا دور في الاقتصاد يلزم نقوم بواجبنا كاحسن ما يكون احنا اليوم في غياب المستحقات نتاعنا هذه نلتجأ باش ندين من عند البنوك بديتو كبار برشا شكون يخلصهم وتخلصهم ستاك واحنا فلوسنا عند العباد
دونك نحاول ان المواطن يحس بالستيك، على خاطر الستيك راهي في خدمته احنا، وحتى الاعوان اعوان اولاد الشعب، اولاد معناها منه واليه العون وقت اللي يخرج يمشي باش يقص الضوء، راهو ماهوش يكره الحريف، ماهوش يكره المواطن، هو باش يقوم بواجبه ازاء عدم خلاص فاتوره اللي ساعات تبقى عام وعامين وثلاثه ما تخلصش، رغم امكانيه التقسيط ورغم هالميساج اللي نبعثوا فيهم عن طريق التلفزيون. في مطلق الاحوال تو كمواطنين التكلفه باهظه نتاع الضوء في تونس، التكلفه باهظه ماهوش باهظه على الشركه وعلى المواطن، مش معناها نقول الشركه يتغلي. يعطيك الصحه. اي معليش، في ظل تقدم التكنولوجيا الاصل فيه كل نتقدموا في التكنولوجيا كنت نخفض التكلفه، كان في بلادنا احنا شفتها في المسائل هذه. احنا الباز شنو هو؟ البترول والغاز، هذوما اسعار معناها ناخذوهم، احنا ناخذوا الماده الاوليه بالاسعار المتداوله عالميا، معناها ما فيهاش هذه فلسفه ولا حاجه، اذا ترخص نجم تنقص وقتين نقصت عمري ما نقصت خطر خطر على حسب خطر ما نتذكر نقصت سلميه اسعاره بعد تحت 50 كل الحالات. ما هذه هي اللي نحب الناس تفهمها، واساسا سيرتو الاعلاميين وخيانا الاعلاميين لا باش انتم تفهموا المواطن في المناسبات العديده اللي خاطر انتم الميكرو عندكم وانتم في كل البيوت، ما تقولش 100 مدعم و50 مدعم. يعطيك الصحه برشا هكا، يعني هذيك حقيقه يعني برميل بترول ب100 دولار الدوره دعم وب50 دولار. دعم الدولة وصلنا الدعم ما عادش موجود في البترول فترة معينة لا. معنا من بعد 2010 تقريبا لغاية 2014 وغيرها أسعار البترول تحت كلية تحت، لكن يبقى ديما مدعم قد يبقى دولار يعني هاش نقولوا يعني اليوم ما هوش محرر، يعني مثال جات فترة فترات حبوا حاروا سعر البنزين إذا يطلع يهبط. أنت جبت موضوع هام، هو ديجا احنا تو كنا في وعي وكنا في إدراك أنه هذا خيار مستقبلي استراتيجي وبدأت فيه ستاق. احنا آخر مرة عملنا المحطة اللي في توزر وعندنا برامج كبيرة في مستقبلية لدرجة أن باش نوصل نسبة 30 معناها تقريبا 30% من الحاجيات الطاقية متاعنا عن طريق الطاقات الجديدة والمتجددة، وهذا بطبيعة نعمل عليه معناها من توا وبدينا، وثم محطات كبيره معناها في باش نحققوها سواء معناها في مختلف المناطق في احنا راهو هذا كله قناعه منا انها شركه يعني مكسب وطني. يعطيك الصحه وعموم وما ماناش من دعاه انها الشركه نفوتوا فيها وغيرها، ولكن ثم اطروحات اخرى يقول لك انا وخي هذه مؤسسات عموميه هي تعبه هي مفلسه، هاو يقررون انها عاجزه في النهايه، علاش نمشيو بها؟ علاش فشلت الشركه في رصد مخطط مثلا الاقتصاد في الطاقة؟ مشاو في فترة معينة وقالوا لا باش كونوا آليات أنه الناس تولي تستهلك أقل، ما لقيناهاش ما مشاتش الأمور هذه، لكن هاو تبين بالنتائج اليوم. النتائج هي ثم هي راهي منظومة كاملة فيها عدة جوانب وعدة أطراف، استاق عاملة عليها، ثم مثلا جانب تشريعي هام لابد أنه يتوجد الجانب التشريعي هذا، معنا حديثا في 2017 خرج القانون اللي يسمح مثلا بإنتاج الطاقة البديلة هذه واقتناحها من طرف استاق وتحديد معنا سعر، هذا جديد واستاق تتفاعل مع حاجة كيف هذه باعتبار أنه لمصلحة المواطن لمصلحة الشركة ومصلحة الاقتصاد متاع البلاد. المسألة الأخرى، الشركة صحيح تعاني من ديون، تعاني من اختلاس الكهرباء، لكن في المقابل تقرير معناها متاع هيئة الفساد في شوقي طبيب يقول تعاني كذلك من الفساد وسوء الحوكمة. الموضوع هذا هذا وطول اليوم بركة يحكيوا عليه وقضايا وملفات في المحاكم. الموضوع هذا أنا شخصيا على الأقل نسمع كما أنت تسمع تبقى نعتقد اللي زملائي الكل في ستاغ والإدارة العامة ما نحمي حد في الاتجاه هذا وما نخبي على حد، كل من عمل حاجة في الاتجاه هذا سواء في السابق وإلا في الحاضر يتحمل مسؤوليته. هناك قضاء معناها مسائل هذه تحسم في القضاء، ونبعد زاد على التأويل لخطر الأخي شنو هو في مجتمعنا أنه كل شيء فيه فساد كل شيء واللي سارق كل شيء معناها ما هوش احنا نحكيو على تقارير رسميه ان شاء الله مره اخرى جه حنا سيمونير نفتحوا الملف هذا، احنا لينا حابين زاد دعوه زاد بسيل اللي عنده فلوس يخلص خاطر خاطر هذه الدوره اقتصاديه وزينه، يعني اذا لكنا متسين هذوما احنا باش نفتحوا ان شاء الله الاسبوع القادم ان شاء الله بتنين نهار اثنين في التصحيح وفي نفس الموضوع الصناديق الاجتماعيه واش نحكيو فيهم بالتفاصيل. يكفي هذه المؤسسات ما تعاني من ديون. يعطيك الصحه سيمونير، مرحبا بك سيدي خليل غابري مدير علاقه، مرحبا بك في ديارنا. وبربي ما ننساوش مؤخرا في الفيضانات الاخيره
استشهد ايضا عاون ستيك، وخلينا نعتبروه شهيد واجب، لانه وقت اللي خرج في المطر وطلع باش يصلح الضوء للناس، ضربوا الضوء وبرشا حالات. وتو كنا حكينا سي خليفه تو في الاوف معناها على معاناه لاجون تاع ستيك وقت اللي يمشي معناها من عنف لفظي وجسدي، نتمنى ان نتجاوزها في المستقبل. شكرا لك سي منير الغابري مدير العلاقه مع المواطن في شركه تونسيه الكهرباء والغاز. احنا فاصل ثم نستقبل توفيق بن بريك وفقره بن بريك مسايب. مساء الخير مجددا، مرحبا بكم في ناس نسمة نيوز. يبدو للاسف احنا في انتظار توفيق، يبدو يتعذر عليه، فهم شويه سيركيلاسيون على كل شله المناخير في الانتظار. خليفه خلينا نوثق قبيله، احنا شفنا مقتطف من رادار خليتنا وحدنا توفيق. على كل احنا نكملوا قبيله شويه، شفنا قروان وضعيه العلم، خلينا نمشيوا لصفاقس ونعاودوا نشوفوا ونكملوا نشوفوا الحكايه اللي يعانيوا منها الاهالي ثم نعلقوا عليها. تفضلوا رادار نسمة. هذاك طريق عملونا جديد، لا فيه لا تزهير نتاع تصريف ماء، لا فيه شيء. ردموا لنا الديار، ولا عندنا دار متر واش تغرق، الجيران كيف المجرى سكروها جيران، اش كان للسيد الوالي، اش كان للسيد المعتمد، اش كان للسيد الشيخ، شيء ما عملونا، كلهم شيء ما عملونا. الماء كله يرجع للديار، مو غادي هو تسكروا، الماء كله رجع علينا للديار. احنا قاعدين في حفره والواحدة مكسرة، السد من هنا من تلانا اللي كنا نصوب بالواد، نموتوا الناس الكل، أنا في حفرة. لا يا رسول الله، رادار نسمع. هاي خليفة، كل مرة حويجة في هالطرقات، مرة شفنا يعني كنت تذكر في قبلي المدارس وضعية الطرقات كيفاش فما جديد ودان ومنعات هذيك السرعة، حكاية التران هذيك كل جمعة عندنا مراسلين نتاعنا مشكورين يعني وبالحق نحييهم، قاعدين يلوجونا في النقاط السوداء باش نوريوهم للسلطات باش نتجنبوا هالحوادث. حكاية جديدة هالطرق اللي تقطع مناطق سكنية، واحنا عادة نحكيو على مناطق سكنية تجي تعتدي على الطرقات، المرة هذية الدولة تعمل طرقات سريعة مش ديزوتوروت، طرقات فيها جري، فيها برشا كراهب، فيها برشا حركه، وسط مناطق سكنيه وين فما الناس. شوف ما زاد باش ما نكونوش يعني ماهوش منطق نتاع مزايده او منطق شعبه ولا غيرها، هذه مشكلات من مخلفات قديمه وقديمه جدا، يعني قضيه ماهيش في ارتباط بحكومه الشاهده والسيده وجمعه او غيره من الحكومات المتعاقبه ما بعد الثوره. ثم مشكل كبير ياسر في بلادنا يتعلق قلنا بامثله التهيئه في المدن والمعتمديات والبلديات، ثم شيء من الفوضى، المدن تتاسس في فتره معينه لكن دون قراءه يعني لمستقبل النمو داخل هذه المدينة، النمو الديموغرافي، حاجيات المدينة، الديناميكية الاقتصادية وغيرها، يعني تكبر المدن أكثر من الحجم الأساسي الذي وضعت لأجله أو رصدت لأجله. احنا كنتبع نشوف مدننا مثلا فترة الاستعمار المباشر نلقاها أكثر انسجام وتنظيم مما كانت عليه فيما بعد دولة الاستقلال. طبعا وقع ما عرف بالنزوح داخل هذه المدن، ثم ظهرت حول المدن أحزمة، وهذه الأحزمة معناها من الأحياء الشعبية وغيرها، ثم بدأت تكبر المدن تدريجيا، شيء من غياب معناها التخطيط داخل البلديات، شيء من الفوضى في مستوى العمران، شيء من زحف سكاني دون يعني تهيئة على مستوى الأرضية والبنية التحتية، الطرقات ويعني التجهيز البلدي، ثم تجي مشكلة الكهرباء وغيرها، وقعد تنمو هذه المسألة تدريجيا، زادت عنها بعد الثورة أكثر، شفنا يعني تقريب أحياء بالتمام والكمال تظهر حول المدن وفي الأحياء، شوف الناس تبني حتى على معناها على حاشية الطرقات وغيرها، فوضى عامة مسامة فيها الناس كل. أو الحقيقة يعني المطلوب اليوم هو بناء المدن على أمثلة من التهيئة اللي تقرأ مستقبل النمو الديموغرافي، مستقبل الديناميكية الاقتصادية في الجهات، هذا بصفة عامة. نجيب بصفة خاصة، نتحدث مثلا عن مدينة صفاقس، قلنا هذا وخصصنا منذ معناها تقريبا 3 أو 4 أيام
موضوع حول مدينة صفاقس وقضية التلوث وغيرها وانتقلت الكاميرا هناك مباشرة، نجدها مدينة الحقيقة تعاني من ياسر مشاكل في مستوى البنية التحتية والترتيب أوضاع هذه المدينة، الطرقات، قضية التجهيز البلدي، البيئة، يعني مدينة فيها ياسر فوضى والبلدية مش قائمة بدورها. خلينا نكمل جولتنا في الجهات على صوت الجهات نسمع لايف اليوم. بعد ما حكينا على إضراب البارح، إضراب عام محلي في مدينة سجنان، اليوم كان الموعد مع مدينة فوسنة بالقصرين، ونشوفوا التقرير هذا ثم السبب طريف ويضحك في نفس الوقت ويبكي. خلينا نشوفوا التقرير ثم نعود. شهدت معتمدية فوسانة من ولاية القصرين صباح اليوم إضراب عام وين أغلقت جميع المنشآت الخاصة والعمومية أبوابها. هذا ونظم الأهالي مسيرة جابت شوارع المعتمدية احتجاجا على الأوضاع اللي وصفوها بالمزرية، مطالبين بتوفير مواطن شغل للشباب العاطل عن العمل. نطالبوا الفلاحة في فوسانة مطمور الخضروات، لو كانت تهتم بها الدولة وشبابها كله يخدم. لعنا مخابر، لعنا حتى شيء، كل ما نطلبوه طلب واحد مدنا ولو حتى نهار واحد بطبيب متاع صغار على الأقل خلي يمنعوا ذرينا. كما طالب الأهالي بتوفير معتمد يمثل سلطة إشراف، خصوصا أن فوسانة بدون معتمد منذ أكثر من عام. كل مرة يعملونا معتمد فهمتي بالنيابة، شوفوا على مستوى بلدية ما فماش رئيس بلدية، الوالي هو اللي في شخصه هو رئيس بلدية، لكن الوالي مرعنا له أنه يرفض باش يزور منطقة فوسانة. ومن جهته أكد الاتحاد المحلي للشغل ومكونات المجتمع المدني اللي نظموا الإضراب أنهم مستعدين للتصعيد في حالة عدم استجابة السلطة المختصة لمطالبهم. كتبنا وعقدنا جلسات دورية مع السيد الولايات، مع السيد المعتمدين بالنيابة، مع كل الأطراف، لكن ما نهجين أذان 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 غير صاغية. ما زرناش حتى والي، توا عندنا 3 سنين ما جاناش حتى والي، وما تلفتش لنا حتى مسؤول. طالبنا حاولنا باش نتواصلوا ما نلقوهم، معناها ما ثماش، ما لقيناش معاهم حلول. قررت أهالي فوسانة باش تضرب لعل نلقوا أذان صاغية، وإذا كان ما لقيناش باش نواصلوا نساعدوا. مجموعة من المطالب المعتمدية فوسانة من ولاية القصرين يطالب بها الأهالي ويدعمها الاتحاد المحلي للشغل والمجتمع المدني واتحاد الصناعة والتجارة بالجهة في انتظار استجابة السلطة المعنية. إذن أخي فارس قلت سبب بضحك وبك فرد، فمش معتمد، يعني نحكيه الأسبوع هذا على المعتمدين ومجددا، يعني نترحم على سي محسن بن عاصي الله يرحمه الشهيد المعتمد مطمط الجديدة اللي تم دفنه هذا الأسبوع في زنوج في قفصة. فمش معتمد العبيد ما فيش ما يفسر أنه معتمدية لمدة سنة دون معتمد، يعني ما نعرفش شكون مرجع النظر للسلطة على المستوى المحلي في معتمدية فوسانة. نحيهم على سموه معتمدية سمع عمادة وانتهى الأمر. واللي لاحظته أنا اليوم الحقيقة من خلال متابعتنا عبر ليفيتير، معناها إضراب فوسانة كان إضراب حضاري جدا والله العظيم فعلا. حاجة تعمل كيف، حتى كانوا إضراب فيه معناها الناس ما يشتخدم ما يشقعد داخل فلوس وما ثماش اقتصاد وما ثماش قراية، وحتى واحد ما يحب الإضراب رأو في حد ذاته كإضراب، ولكن قد يدفع الناس ضرورة لهذا الأسلوب يعني في التعبير عن مطالبهم. كان إضراب حضاري، فيش فوضى، فيش ما فيش خروج عن القانون، فيش عنف، ما في يعني حتى على مستوى الشعارات وغيره كان إضرابا حضاريا. واعتقد أن السيد والي القصرين مطالب بالإنصات إلى هؤلاء وتعيين معناها معتمد بالاشتراك طبعا مع مرجع النظر وزارة الداخلية وسيد سمير بوخديدة، عندي فيه ثقة، كل الثقة يعني باعتباره كرجل إدارة ما هوش غريب على هكذا مهام، أنه يلتفت إلى هذه الجهة، هي جهة كلها تعبة يعني وفي حاجة إلى التفات على الصعيد التنموي. الإنصات للناس مهم جدا. خلينا نختم احنا بالكيف أيضا، وين الأهالي يناديوا بمشكلة كبيرة وهي سيارات التهريب متاع البنزين قاعدة تشق في الثنية في الدهماني وتضرب في الأولاد الصغار. شوفوا بعضنا التقرير. احتجاجا على حادثة صدم سيارة مهرب لتلميذة قبيلة إحدى المدارس الابتدائية، قام عدد من أهالي مدينة الدهماني بقطع الطريق الرئيسية مطالبين الوحدات الأمنية بالجهة بتحمل مسؤوليتها في التصدي لتفشي ظاهرة التهريب، خاصة بعد ما أصبحت شوارع المدينة ممر دائم لسيارات المهربين. اللي ضربوها هذه أنا جدها فهمتني، معناها طائر، معناها طيران،
معناها عملوا لينا حل للمازوت وعملوا لنا حل للمشاكل هذه، علاش نقعدوا نعانوا كما هكا؟ تتعدى التلامذة تخرج التلامذة الكراب نتاع المازوت ذرك تجري جري، نحبوا الحاكم يتكلم على ذرينا، هذا ما يعمل لنا حل، هذا ما نعرف باش نموتوا بلاد كامله باش نموت على طفله صغيره ماشيه تاخر طالع الماده. ذرينا ضرت، يدوموا لنا على الديار بالكاميونات يسكروا في المدينه وبعد يدوموا علينا على الديار بكهربهم. وامام الوضعيه هذه طالب اهالي المدينه سلطه الاشراف بالتدخل العاجل لتركيز مخفضات السرعه امام المدارس والمعاهد التربويه. احنا طالبين عنا 5 سنين طالبين باللي دودان، معناها صعيبه ياسر، لا طالبين معامل ولا طالبين حتى شيء. مدرسه قدامنا لهنا والجري كرهب تزيريه وكرهب معناها نتاع مازوت، واحد طالبين انه على ذري صغار. كل مره نمشوا للتجهيز، التجهيز ترفض باش تعمل دودان وتقول لي نلموا العباد باش صحح. تو وقت شفت اكسيدون هذا طفله صغيره وكهرباء تمشي 150 160 كيلومتر في الساعه، ونحبوا السلطه المحليه وجهويه لفت للمنطقه هذه. وفي انتظار استجابه سلطه الاشراف لمطالب اهالي مدينه الدهماني يبقى تكثيف العمل الامني في الجهه هذه امر مطلوب، خاصه في ظل تفشي ظاهره تهريب البنزين وازدياد عدد المهربين اللي عاده ما يقودوا سياراتهم بشكل متهور، الامر اللي تسبب في حوادث مؤلمه وتكررت برشا في الجهه في الفتره الاخيره. طالبين دودا شو مبسطهم التوانسة؟ ومن أسوأ حالات الموت، هي في نهاية موت عمر من عند ربي، هي الموت عبر حوادث الطرقات، موت بدون مبرر هكا. واحد يمرض أو كي يمرض، واحد شيخوخة، واحد في عملية إرهابية، هذا إرهاب غاشم، يموت بحادث مروري لسبب بسيط أنه كياس يشق حومة ولا حي ولا معتمدية في مهربين لثم دودان لثم نقطة أمن. طبعا هما في الدهماني ياسر الكراهب ذي بتاع التهريب، ولا نعتبره سيدي تخدم أرواحها ويجيبوا في السلعة ولا في القضية ولا يتاجروا ولا غيره، ولكن الأصل فيه أنه ثم نقطة مرورية تكاد تكون شبه قارة باعتبار أنه تكررت هذه الحوادث هناك، أو على الأقل توقع لدودان وغيرها. قالك احنا ما ناش طالبين معامل أو شركات، طالبين دودان. أنا هذا هو المشكل، يعني السيد المعتمد رئيس النيابة الخصوصية إذا ما يستطيع يعمل دودان أو يوجد حل، زيد يمكن دودان هذا قراوها غديك ما هيش ممكن أو غير، يوجد حل لهؤلاء للحد من حوادث الطرقات، ما هوش مطلب بيلزموا مجلس وزاري. شكرا لك يعطيك صح خليفة، نوصل لختام هذا العدد من نسمة نيوز، شكرا لكم على المتابعة مشاهدينا، نلتقي بعد نصف ساعة في أبرز عناوين الأخبار لهذا اليوم. في الانتظار بعد شوية موعدكم يتجدد مع خليل تونس برنامجكم اليومي، ثم الجزء الأول من مسلسل حبك درباني، نلتقي بعد نصف ساعة.